قطاع الطاقة نذكر برك اللي بلي في 2018 وضح حزن خدمة محطة كهرباء بيبو فاري تاع 505 ميجا وات، ووضع في الخدمة حزن الخدمة مثلا محول كهربي ذو توتر عالي 60-220 بيبو فاري. أما بما يخص المشاريع في طور الإنجاز، حاليا عندنا يعني محول كهربائي 60-220 30 سي، هذا راح يعطي أكثر يعني تحسين الشبكة مستوى يعني هذا جهة بوفاريك شبلي والمدن المجاورة. أما بما يخص الغاز، هذا العام وضعنا حيز التنفيذ كاين في الكهرباء 205 كيلومتر شبكة اللي مسّت تقريب 21200 زبون في الكهرباء. أما في الغاز تم وضع يعني إنجاز 440 كيلومتر مسمح إيصال الغاز ل 26500 زبون. في 2019 على بالكم بالبرنامج راح نوضعه، اللي هو برنامج قريب في أكثر من 10 ملايين دينار، راح يمس 92 مركز في الكهرباء وراح يمس 100-102 مركز في الغاز الطبيعي.